التساؤل في حاجة تانية كمان يا أحمد، فكرة غاية الاحتراف. كل اللاعبين اللي بيخرجوا للدوريات الأوروبية في قناعتهم إن كلنا هنبقى محمد صلاح، ودي مش حقيقة. في لاعبين السي في بتاعهم في الأهلي لما تمسكه أنت تتخض، على خلاف لاعبين احترفوا بره. مع احترامي، احنا سمعنا كتير جدا كابتن احمد حسن وكابتن عبد الظاهر السقا وهم بيتكلموا رغم الاحتراف ورغم تجربتهم الطويله، الا ان اللي ما لعبش في النادي الاهلي غالبا ما شافش كوره وما شافش جماهير.